واش اللي يخليك ترقد في البيرو في المكتب؟ العيا. العيا. طب إجابة. كان عيانة. سامية، واش يخليك ترقدي في البيرو؟ الملل. 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 سامية عودي. الملل. 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 قالوها 100 جزاء وجزاء ما كاش قدما الملل. كارها. كارها. محمد، كي تكون مريض، كي تكون مريض واش اللي يخليك ترقد في المكتب كي تكون مريض؟ محمد، انت مريض ولا قال ليها في الستر. انت كي تكون صحي زيد ترقد. رتيبة. تكون عندك الخدمة بزاف تخدم. تكون عندك خدمة تطيحي بالخدمة زعما. دوك نشوفوا إلا قالوا أميات الجزائري وجزائرية. لا لا. دنيا، واش يخليك ترقدي في البيرو في المكتب؟ كي تكون كاره. كاره. ما كاش خدمة. الملل. كاره. التعب. كاره. الملل. كيف كيف. تشاوروا عائلة بركون. زينب. كي يكون مرقدش مليح. كي يكون مرقدش مليح. لافي مرقدتيش مليح. صباح مرقدتيش سهرتي مليحة. 70 نقطة. مازالوا 3 إجابات. سامية، واش اللي يخليك ترقدي في المكتب؟ ما نحبش هذيك الخدمة. ما نحبهاش. ما تحبش الخدمة جاء عرقاد. قالوها 100 جزائري وجزائرية. ما قالوهاش في قسنطينة بسكا العاصمة وهران. لا نورا، واش اللي يخليك ترقدي في البيرو؟ كي تنوض بكري. إيه كي تنوض بكري. مشكل عائلي. مشكل عائلي. انت كي عندك مشكل ترقدي. عجبتني. سفيان، واش اللي يخليك ترقد في البيرو في المكتب؟ مازال الضغط. الضغط. انت عندك لابريسيون ترقد مليح. تكنيك مليح هذه. وي تنوض بكري. نوض بكري. شاهرة، واش تقولي انت ديجا وحدك هكذا؟ واش تقولي؟ كما انا خدامه ديجا. ايه كي نوض بكري. كي تنوضي بكري. كي نوض بكري. كي نوض بكري. التعب، السهر، المر، الصيام، الوحده. كي واحد يكون وحده والسخانه. سخانه. سخانه. سخانه ترقد. والصيام. والصيام. صح، كاين بزاف يرقدوا. 160 ليش ما بي. بعد بودوكا خلاص الرقاد، خلاص الصيام، خلاص كلش الان.